صباح الخير عليك يا جمانة وعليك أحمد وعلى مشاهدينا في كل مكان. بالفعل إحنا مكملين في تغطيتنا اليومية والحية والمباشرة من أرض مدينة السلام شرم الشيخ لفعاليات قمة المناخ واللي انطلقت في هذه المدينة في السادس من هذا الشهر ومستمرة معنا لهذا اليوم بعد إعلان السيد سامح شكري وزير الخارجية رئيس هذه الدورة 27 استمرار أعمال المفاوضات والنقاشات لهذا اليوم. خلينا أقول لك يا جمانة أنه يوم أمس استمرت المفاوضات بعد إعلان هذا المد، استمرت حتى وقت متأخر من يوم أمس لبحث بعض الموضوعات التي هي ما زالت عالقة في هذه القمة. وصرح السيد سامح شكري أن مصر لن تتنازل، والرئاسة المصرية لهذه الدورة لن تتنازل على أن تخرج هذه الدورة 27 بالهدف المنشود اللي وضعته مصر على قمة هذه الأجندة الخاصة بالمؤتمر، وهو قمة التنفيذ. بعض الملفات التي تم إنجازها بالفعل، منها ملفات الخاصة بجزء من الملفات الخاصة بالتمويل، ولكن هناك الملف الخاص بالخسائر والأضرار واللي تم إدراجه على هذه القمة لأول مرة، بعض المفاوضات على هذا الملف اللي تقوم الدول الصناعية الكبرى بالوفاء بتعهداتها السابقة في التمويل الخاص بالأضرار للدول النامية والأقل اقتصادا والمتضررة بشكل أكبر من هذه التغيرات المناخية والثورة الصناعية التي قامت بها الدول الكبرى. يعني ملف الخسائر و الأضرار تم الحديث أمس عن إنشاء صندوق لهذا البند وليقوم بالتمويل لهذه الدول، ويعني ننتظر المباحثات التي تمت يوم أمس ونتائج المباحثات التي ستتم هذا اليوم والتي ستنطلق تحديدا في 10 من صباح هذا اليوم. سننتظر الخروج بالنتائج والبيان النهائي الذي يعلن عن كافة التوصيات التي سيتم الخروج بها. أيضا تحدث السيد سامح شكري عن أن الدول قدمت على مدار تواجدها داخل هذه القمة العديد من الدعم داخل هذه الفعاليات، وده بيأكد على إصرار والتزام الدول المشاركة والوفود المشاركة، وأنه على ثقة بأن هذا المؤتمر سيخرج بالنتائج المرجوة والهدف المنشود اللي بيحقق طموحات كل الدول المشاركة. خليني أتكلم معاك يا جمانة أيضا عن الفعاليات اللي تمت والبنود اللي أدرجت على هذه القمة، منها بنود لأول مرة زي إزالة الكربون، زي بعض المناقشات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة، ويمكن تم إطلاق عدد كبير من المبادرات والاتفاقيات، الاتفاقيات اللي تعدت مرحلة إنها اتفاقيات تعهدية إلى مرحلة التنفيذ. بعض الاتفاقيات التي تم فيها الحديث عن النقل المستدام، الهيدروجين الأخضر وغيرها من المدن المستدامة وغيرها اللي بيحقق تقليل من الانبعاثات، بيقلل من حدة التغيرات المناخية، أيضا ملفات التكيف والتخفيف، غيرها من ملفات التمويل، يوم الزراعة اللي تم إدراجه لأول مرة، ملفات كتيرة وبنود كتيرة حطتها مصر لهذه الأيام الموضوعية للخروج بالنتائج المنشودة. خليني أقول لك إن يوم أمس تم إغلاق المنطقة الخضراء واللي كانت بتستقبل بعض الفعاليات من قبل الحكومة المصرية وأيضا من منظمات المجتمع المدني، والجلسات اللي فيها مشاركة كبيرة من الشباب اللي أيضا كانت استضافت تظاهرات كبيرة من خلالها عبر الشباب من مختلف أنحاء العالم ورواد المناخ عن وجهات نظرهم في حث العالم. وهذه التظاهرات اللي كانت بتصل إلى المنطقة الزرقاء أيضا، وهي كل الهدف منها هو حث الوفود المشاركة، حث دول العالم والدول الصناعية الكبرى على ضرورة تقليل هذه الانبعاثات، ضرورة الشعور وإدراك أهمية مواجهة هذه القضية وهذا الأمر الطارئ اللي بيؤثر بشكل كبير على القارة الإفريقية وبيؤثر أيضا على مختلف دول العالم، والنتائج هتكون على كافة هذه الدول. ويمكن تابعنا الفيضانات واحتراق الغابات. خليني أقولك أن مصر شاركت وعدد كبير من الوفود اللي شاركت في هذه القمة ورؤساء الدول، خلينا
خليني اقول لك ان في تصريح لوزيره البيئه بمشاركه ما يصل الى 67 الف مشارك من داخل هذه القمه، سواء من فعاليات رئاسيه سواء من فعاليات رسميه. وتابعنا طبعا تصريحات الدول المختلفه بالتنظيم الرائع والمبهر من قبل الدوله المصريه لهذه القمه. الفعاليات ايضا في المنطقه الزرقاء والاجنحه اللي كانت مخصصه لكافه الدول، واللي تم فيها عرض جلسات نقاشيه وتم فيها توقيع مبادرات واطلاق اتفاقيات وغيرها كتير تم في هذه القمه. يعني مصر استطاعت ان تحقق العديد من الاهداف داخل هذه القمه. المنطقه الخضراء اغلقت ابوابها يوم امس من فعاليات تامة، واليوم سيتم استكمال هذه المباحثات والنقاشات في المنطقة الزرقاء للخروج ببيان نهائي يعرب عن كافة التوصيات التي تنطلق من هذه القمة. وإن شاء الله ستكون القمة المقبلة في دولة الإمارات، تتسلمها في القمة 28 من جمهورية مصر العربية.